نسخة 2021 إن شاء الله التوقعات بتشير إلى أنها ستكون صورة أكبر وأكثر وتطور كبير بالمقارنة بالنسخة الأولى. إحنا متوقعين إن شاء الله، أو البيانات بتشير إن عدد الشركات هيتراوح حول 400 شركة ستشارك في النسخة الثانية، بيمثلوا تقريبا 42 دولة، حجم مشاركة وزيارة، حجم الزائرين متوقع في حدود 30,000 زائر. أيضا حجم الوفود الرسمية اللي لبت المشاركة في هذه النسخة تقريبا 75 وفد رسمي بين معالي وزراء دفاع أو معالي وزراء إنتاج حربي أو رؤساء أركان أو قادة قوات من مختلف دول العالم. في الحقيقة لازم أنوه أن المعرض ما كانش هيخرج بالصورة اللي إن شاء الله حضراتكم هتشوفوها، الصورة المتميزة اللي بتعبر عن مصر، ما كانش هيخرج بالصورة دي لولا جهد جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات بالقوات المسلحة المصرية اللي بذلت مجهود كبير جدا خلال الفترة الماضية ليخرج إيدكس 2021 بالصورة إن شاء الله اللي هتعبر عن مصر. كل الجهود دي حقيقي كانت متابعة بدقة ومتابعة كاملة يومية من السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأيضا من السيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وطبعا يعني كل المجهودات دي كانت بمشاركة الشركة القائمة بالتجهيز المعرض، شركة كلاريون اللي ليها باع طويل قوي في تنظيم، باع كبير جدا في تنظيم المعارض السلاح الدولية، واللي حضرنا هنا المدير التنفيذي مستر توماس، واللي حابب انتهز الفرصة ان انا اوجه الشكر والتقدير والتحية لمجهودات الشركة لإخراج المعرض بالصورة المشرفة.